بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء، السلام على الجرحى وعلى عوائلهم، السلام على الأسرى وعلى المطاردين وعلى المهجرين وعلى عوائلهم، السلام عليكم يا أبناء شعبي الصابر المضحي الثابت، ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الإخوة الذين تضامنوا معي، ومهما كانت العبارات والكلمات فإني لن أفي بحق هؤلاء الشباب الذين تضامنوا معي ووقفوا معي وساندوني. أتقدم بالشكر لكم كأفراد وكشبكات ثورية وكقوى ناشطين وشخصيات جميعا، وأشكركم على هذه الوقفة التي لن أنساها ما حييت. ورد في دعاء كميل: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. وورد في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. أود أن أؤكد في هذه الوقفة على أني ماض مع إخوتي على طريق ذات الشوكة الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نمضي فيه، ويحب أن يرانا فيه لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وإن هذه الحملة الشعواء التي يقوم بها النظام فإنها لن تثني من عزيمتنا، ولن تجعلنا نتردد في المضي من أجل إحقاق الحق والمطالبة بإسقاط هذا النظام الجائر المجرم. إننا مع مطالبكم، وسنبقى معكم إلى آخر الخط حتى نسقط هذا النظام الذي تغطرس وصعد على جراحاتنا وانتهك كل المحرمات. إننا نعلن وقوفنا الكامل مع كل الثائرين وكل المقاومين وكل الذين يواجهون الظلم والاستبداد من هذه الطغمة الجائرة، ويتحدون الاحتلال السعودي والهيمنة البريطانية والأمريكية. أدعو جميع إخوتي وجميع أحبائي من أبناء الشعب للتضامن الواسع والكامل والكبير مع الإخوة المعتقلين الأبرياء المتهمين بتفجير سترة. أدعو لحملة تضامنية مع هؤلاء الشباب الصابر المضحي، شباب مضحون صابرون ثابتون يبذلون وقتهم ومن أجل الناس ومن أجل قضية الناس ومن أجل عزة الناس وكرامة الناس. أدعو لأن نقف متضامنين جميعا معهم، وأن نطالب بالكشف عن الحقيقة والإفراج عنهم في بالقريب العاجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولجميع المعتقلين الفرج، وأن يخلصهم من أيدي الظالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحمل المسؤولية، وأن يجعل حياتنا مبذولة في رضاه، وأن يختم حياتنا بالشهادة في سبيله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.